وسط حضور جماهيري غصت به مدرجات مسرح نقابة الفنانين في حي الجميلية بحلب، قدمت فرقة دوزان حفلها الأول والذي جاء كنقلة نوعية فيما يخص الموسيقى والأغاني التي تناسب كل الأعمار وتقدم ذائقة فنية. جوليا وغيرها من الأسماء الكبيرة فنياً قدمت أغانيهم في جو من التفاعل بين الحضور. كان في مشروع جديد لشباب متعلمين مثقفين لهم قيمة فنية ولهم قيمة ثقافية. هالشباب نقاب فنانين مارس الدور الطبيعي اللي هو رعاية الفن في هالمدينة وتقديم جيل جديد يرفض الجيل السابق. احنا كفرقة دوزان احنا صرنا 3 سنين مع بعض، بدينا انه نساوي اعمال نازلة على النت، وبديت هالفكرة اني نطلع بكنا قبل عايشين بأزمة كتير صعبة، فهلا بدينا نبدأ نشتغل نرجع شوي الروح القديمة اللي كانت موجودة. الحمد لله الناس حبيت، هذا دليل على انه جمهور حلب لسه عنده ذوق ولسه بيسمع وأذنه نظيفة وبيعرف انه نحن بحاجة هيك فان، وهن اللي حكم على عملنا. بيظل هالجو الصاخب من الأغاني السيئة الهابطة لازم يكون في شيء يدعو إلى الصحة ويدعو إلى التفاؤل، وطبعا هي مهمة العازفين اللي بيحبوا الموسيقى واللي بيشتغلوا على نفسهم لحتى يقوموا بهذا الواجب. حلب الشهباء مدينة الفن الأصيل والغناء الراقي الذي يحيي التراث والفلك على كل المسارح.